النائب العزيز الدكتور خالد العنان وزير الآثار لجمهورية مصر العربية، السيد محمد المهيري الأمين الرئيس لجنة الشرق الأوسط، السادة الوزراء العرب وزراء السياحة، السادة رؤساء وفود الدول المشاركة من دول الشرق الأوسط، ضيوفنا الكرام، تسعدني طبعا أرحب بحضراتكم في بلدكم الثاني مصر لاجتماع 45 للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، وذلك للمرة الثانية بعد أن شرفنا بكم في الاجتماع 44 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مايو الماضي. وأنتهز الفرصة لأعرف عن خالص شكري وتقديري لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع هذا الحدث الهام تحت رعاية سيادته، مما يعكس الاهتمام الذي تليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة. السيدات والسادة، الحضور الكريم، لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية لتعزيز دور السياحة قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والاستدامة البيئية، حيث تقوم المنظمة بتقديم الدعم والمساندة لقطاع السياحة، وذلك من خلال المعلومات والسياسات المحددة التي تساعد في النهوض بصناعة السياحة. ومن هنا يأتي حرص جمهورية مصر العربية على التعاون المستمر والمثمر مع منظمة السياحة العالمية. وأنني أتطلع إلى البرنامج الثري الذي تشمله فعاليات الاجتماع 45 للجنة الشرق الأوسط، والذي تم إعداده تماشيا مع توصيات لجنة الشرق الأوسط 44، آملا أن يكون هذا الاجتماع انطلاقة جديدة لتحديث وتطوير وتنمية السياحة في الدول المختلفة. أشير هنا إلى منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة، والذي يقام هذا العام على هامش الاجتماع الذي يتضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، والتي تنظمها وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع منصة رايز أب لريادة الأعمال لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة. الزملاء الأعزاء، سنبدأ هذا البرنامج بعرضين تقنيين، أولهما سوف أقدم لحضراتكم من خلاله أهم تطورات قطاع السياحة في مصر، بالإضافة إلى محاور برنامج إصلاح الهيكل لتطوير قطاع السياحة، والذي أطلقناه من البرلمان المصري في نوفمبر الماضي، ويحظى بدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة أجهزة الدولة، يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والتي نسعى من خلاله إلى تبديل الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية ومواكبة للاتجاهات العالمية. والثاني يقوم بتقديم زميلي الفاضل وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ليعرض على حضراتكم من خلاله الاكتشافات الأثرية الحديثة والمشروعات القومية في مجال التراث الثقافي والحضاري، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تبادل الخبرات والمعلومات من خلال